فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ينبغي على المسلم أن يحرص على إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان كلها، والعشر الليالي الأخيرة من رمضان هي خير ليالي السنة، ففيها ليلة القدر، كما أن العشر الأول من شهر ذي الحجة خير أيام السنة، وفيها يوم عرفة خير الأيام. فالعشر الأواخر من رمضان هي خير الليالي، والعشر الأول من ذي الحجة هي خير الأيام، وليلة القدر خير الليالي، ويوم عرفة خير الأيام. فالحاصل أن العشر الأواخر من رمضان هي خير ليالي السنة، ومن خيريتها أن فيها ليلة القدر، وليلة القدر تتنقل في العشر، تارة تكون في 21 وتارة في 27 وفي 25، تتنقل. وفي عهده عليه الصلاة والسلام كانت في سنة من السنوات ليلة 21 ليلة القدر، وهذا إذا انتبه له المسلم يحرص على أن يغتنم العشر من أولها إلى آخرها، كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، يتحراها في العشر الأواخر كلهم.